النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين قال: أمرت ألا أكف ثوبا. وهذا يفعله بعض الناس، يعني لما يأتي إلى الصلاة، يعني أشبه هذا بعضهم، ويترك ذلك بعدما يتوضأ، أو أنه مثلا ما يسمى بالكبك، قد لا يكون لديه كبك انقطع أو كذا، فتجد أنه يشمر هكذا ويصلي. هذا خطأ مخالف للسنة. لما؟ لأن مثل هذه الأشياء من الثياب دعها لتسجد معك ولتركع معك، فهذا نوع من التشمير. بعض الناس ربما يأتي لأمر ما ويلف بثوبه، يرفع ثوبه ويلفه به على حقويه وهو يصلي، هذا من الكف، هذا من الكف. بعض الناس عند السجود إذا أراد أن يسجد رفع ثوبه عن ساقيه، يعني كأن هذا الثوب، سأمثل بهذا، كأن هذا هو الثوب، فتجد أنه لما يريد أن يسجد يرفع هكذا، يرفع ثوبه كأن هذا هو الثوب، يرفع ثوبه أثناء السجود، وهذا من الكف أيضا لأنه داخل. وأما ما ذكره الفقهاء من حديث ترب ترب، فهذا لم أجد له أصلا في كتب الحديث، وإنما ذكره الفقهاء عن ابن القاسم، ليس هو صاحب حاشية الروض، وإنما هو أحمد ابن القاسم الذي روى عن الإمام أحمد رحمه الله. ولا يلتبس بالحديث الآخر عند أحمد والترمذي: ترب وجهك لله، هذا يتعلق بالنفخ، بنفخ التراب في السجود. ومع ذلك فهذا الحديث الذي هو ترب وجهك لله عز وجل حديث ضعيف. الشاهد من هذا أنك مأمور بعدم كف الثوب أو اللباس الذي تلبسه، لتترك هذه الملابس على حالتها لتسجد معك ولتركع معك. اللهم إلا إذا خشي الإنسان من أنه سيسقط فيما لو أنه أراد أن يسجد فخشي أن يسقط، فمثل هذا تبيحه الحاجة ولا حرج في ذلك.